شكرا الناس اللي جاو عندنا كاملين، كنشكركم واحد واحد. ربي صراحة يخليكم. أنا تفاجأت والله العظيم، كنشكركم بزاف، شكرا من الناس اللي كبرتينا جات لعندنا، كلمة شكر قليلة بحقكم كما كنكون دايما. والله العظيم إذا تفاجأ كما تفاجأ محمد الله يبارك، وكريمة تبارك وفاطمة الله وزهرة، عليكم، تبارك الله عليكم، تبارك ما الله حدش عليكم، مشوش بينا، اللي جا شكرا. طل وسقسى فينا، مرحبا بكم، محل محلكم، شكرا بزاف حق بيكو والله. عندك شي سابعة ولا شي حاجة عرفتو مع عاملة في الانستغرام، واش عامل شي فيديو باش يجي من عندك عاوتاني؟ مش غير تكون كتبي هادشي. على الراس والعين والله العظيم، ان مرحبا شاء الله بكم يا خيتو، ربي. خوتي بارك الله، خوتي انتينا ضحيت كلشي معوج، اخوتي تبارك الله. كلشي المهم معوج، كريمه هي اللي هنا واقفه مع السيد الجاره اللي راه مشغوله كتهاوت. المهم تما مين نقول لكم، كريمه راه مشغوله ولا شي حاجه ولا شي فيلم ترانكفيا عارفه بلا ما ترانكفيا. نكمل. المهم تما بقوا معنا في الفيديو، انا نوريكم شنو غادي نعملوا. لا الله يستر، الله يخر هذا الشيء اللي شتت معاكم كامل، وهذا الشيء غادي نخرجوا على من هذا الشيء. صهاتنا ماشي بحالنا هذا التسعود صراحه، الله يلا. صافي ولا عادي، تحيه لكم كاملين اخوتي، جبرتونا دابا نمشيو حنا، وصافي هي هذيك معايا اللي هي ما واحد جرى اللي بلاتي بلاتي تشوفوها فينا. تحية لديك الجارة زيد شبرات من البلاد بلاتي أخت، شوفوها فينا. المهم ها كريمة راه هي فينا، هي كتساود مع ديك السيدة. حيد بحال خلي ما تشوفش، هي كتساود شوية الورد. ها صح. المهم خوت خليكم معايا، ما صعيق أخبار. المهم نتوما محسن عيتكلف بيها إلا في مزورة أنا تعطلت. والله إلا تا هي باقي بلا ولا أشراف شني؟ ديك الوراقي بحال هيدا اللي قلت لك قبيلة أسي، وهادو كاينين كيتباعو مجالين تينا بهادي هيدا مكتوبة، كاينين كيتباعو مطبوعين أصاحبي مطبعها، ما عندنا باقي كيف في الجامع ولا؟ صافي إلا بحالنا نزيدو بحالنا. يلاه جمع جمع ديك الكراسة أشرف. يلاه الله يسهل الأمور. الله يسهل. آمين صافي. فين هذيك الصندالة ديالي؟ عرفتي الصندالة ديالك هي تما. سوارت أشرف، سوارت 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 باش نشد. شفت مالو ديك التاكله اللي بديتها محسن؟ عينيك ساعه ساعه مسحه ما خرجتش بها نزار تاع عينها وصافي صافي. شنو ديك الساعه مسحه؟ هذه هذيك ديالي صافي، ما نسيتي ولا صافي عندك ساعات نزلت صافي. ريالي أشرف ما عندك ولا هنا؟ لا ولا لا فين وصلت ريالي؟ الصاك فين نزلتي قبيلتي؟ كنت انا كبيره عطيتيني الصاك واش انا نقابل لك الصاك لا رقم يماك ولا صاحبي؟ شنو الصاك عطيتيني؟ رديت لك باش جبتي منه شي حاجه؟ كنت جبت التليفون، التليفون ها هو عندي. فين التليفون؟ ها التليفون مطفي. والصاك؟ الصاك شنو الصاك؟ علاش من الصاك؟ ايوا اللي عندك غير يتبعوا لك. لا لا هذا ديالي، هذا اللي كان باقي، واحد اللي باقي. وشوف راه ديالي عامر. لا لا ماشي ديالك هذا. انا كنت بعتيني شي وحده. عم بيع انا الصاك عامر، اش عندك انت؟ نعاون دوخه ولا ترمضن عليا ولا؟ ترمضن عليك زعما صايمه وداكشي اللي كيبان لي. وفين هو الصاك منين عليك؟ وانت فين كان بالك انت؟ حدي الصاك ديالك، واش انا نحضي لك الصاك ولا؟ اش عندك في الفيديو؟ انت فين نزلتي الصاك؟ تكون شي وحده هزات ومشات ما نعرف. ويلي علاه هزات ومشات؟ شكون هي اللي عتهز الصاك عامر؟ عندي فين غتكون اختلفت يا محسن وديتيها الصاك؟ هي عندها بحال هذا، بحال هذا ديالها كان عامر، وجات وحده قبيله تهزاته قالت لي الصاك ما الصاك. ما شفتي شي وقيله قبيله انت نهزيتي واحد حاجه بعتي بحال هذا انت بعتيه؟ فاش بعتيه عامر اصاحبي؟ وانا ما عارفش انا كم نزل هنايا بعتو. خلصاتك؟ خلصت ب 100 درهم عرفتي شحال فيه ولا؟ الفلوس اللي كنت كنشبر كنعطيهم لا تنزلهم تما، انت بعتي الصاك ب 100 درهم مشى. انا ما عارفش انا السيده هزاتها في يدها قالت لي جمع لي هذا اخي. هذه هي عاقل عليها السيده؟ لا ولا لا شني عندك فين زين الفلوس وشني عندك فين؟ عندي فيها الفلوس والعكر. تفكر لي فيها بالعكر كضحك. وانت بايع الصاك اصاحبي؟ انا ما ديتش بلا، انا سيده قالت لي جمع الصاك وجمعت. وبعدي محمد مشى لهم الصاك. اشرف باع الصاك بالفلوس بكل شيء، باع الصاك ب 100 درهم وشحال فيه؟ المهم اللي كانوا كيعطيوني كنزل تما في ديك الصاك، حيت باقي ما عنديش المجر كنت كنزلهم في الصاك. وي اختي نزلات ما تبتيش على هذا، ما راه شكون هي؟ قلت لها ما جاكش الصاك ثقيل، هي خلصاتك وصافي جاب لها التيسير. وانا قالت لي جمع لي خايف، ما فتحت لها الميكا مع كنت من هي جمعت ولا اختي نزلات. قلت لها حدي الصاك ديالك اصاحبي، حدي الصاك ديالك اصلا. شي العشغول هذا اصاحبي، انا ملي هادي ما تعصبش يا مرات. ايوا واش مشغول هذا انت الصاك؟ انا اللي جيت نزلت هنايا عقلت لي حيدوا هذاك ماشي مطعم نزلوا لي عين عاوي جا اشرف عاوي هزوا ما عرف يعملوا، لقيتو عا كتشندلوا في ديك الصاك كان بالكم على الصاك ديالك. علقوا فيك انت شفتي الدنيا عامره، علق الصاك فيك. انا كنسربي الناس وانا معلقه بالصاك. كتسربي الصاك كنت كتسربي ليه هنايا القهوه
سبي الناس هو عادي دابا شي الصاك عمر دابا ضربتي كلشي في الزيرو انا الصاك هو وخلفو ديالي واه عادي والفلوس واه الفلوس من الصاك الصاك مخلوف ملي تفك لي باعو انا الصاك ديالي ها هو نخلفو مزيون هادي انت ضايع في الفلوس وزيد كمل لي على الصاك هو مخلوف الصاك ومالي انا اللي بعتو انت ناس الصاك ديالك اسمح لي اخي لا كريمه لا والو ما اتفقش معاك اللي كيبيع السيكان اجي اختي عتدي الصاك بلاتي اصلا كيجي عامر كيجي عامر فاطمه الزهراء وهي تاكشفت هيدا تقلت وفتحت جبرات في الاخر عاد خلصت ومشات جبره كاع ما دارت موراه فتحوا لها يوري لها الجلود ديالو من داخل السري هذا ماشي على شبر هكا الصاك زعما عشرين حاول يوري لها الجلود واش صغير ولا كبير عطيتك الساك ونزل فيه الفلوس اللي كنت كنبيع اش خلف معلق فيك اصاحبي خلف معلق فيك اه كريمه فيه فلوس اختي هذا ماشي منظار نزل الساك بالفلوس اللي فيه الفلوس يقول لي مشي جبر ديك الكريسي وجلس هو كان كيقول لي دخل سربي الناس حضر عند الساك انا كضحكني كتقول لي سربي الناس وشكون كان كيقول لي دخل عند الساك انت الساك ديالك فين نزلته جيت ملي جيت مرة الأولانية نزلته هنايا قال لي ماشي مطعو هزو عاود نزلته هنايا عاود جا أشرف ما نعرف يردو في الآخر ما بقاش ما نعرف إيوا صافي شي وحدة نجم الصاك هزو خلصاتو دات الصاك فتحت الصاك جرات وقالت له شحال هذا طرطار عملت لي كمشت أصلا أنا اللي نبيع أنا ما عارفش أنا في حالو أنا في حالو ما حسبليش ديالك أنا حسبلي ديالك عندك منزل حول ولا قوة إلا بالله دابا عرفتي شنو غنعملو شنو غنعملو واحد فيديو ياك غنعدلو فيديو غنصور الناس اللي جاو ديالنا دابا وهذه الدوايا تفتح الله الناس اللي شراو من عندنا يجيو تشوف السيكه انا نفتح الله وعاد تهضر دابا اش غنقول انا غتقول الصاك مشى لي الصاك مشى لي هو الصاك ديالو كريمه الصاك مشى لي وانتينا عاد تسرق هاد الناس اللي جاو عندك هنا واه انا نعملو واحد ستوري كيفاش السلام عليكم السلام عليكم بلاتي اصاحبي تحشم راسك مع الناس ولا اصاحبي هي دابا هي كتقول لك ما شفت ما عملت ما ريت نزلت هنا نزلت هنا وتشوف عمل معنا شي حاله صاحبي ما ولاش انا ما شفت حال نعمل معاك وانا ما تشوف وكلمه الناس اختي كتحدي الحوايج ديالها كتحدي راسها كلش حاب دابا ما قداش انا كنتي حاديه راسك ملي انا ديالي كنزل ما قداش بالصاك ما قداش اللي فيه الصاك يمشي بالحق ما قداش تقول لي ما تنزلش فيها الفلوس هذا فاش نادي تعمل هذا الغلط ديالك يا كريمه انت ما جبت السيره الصاك ديالو والحانوت فيها السيكان وانت عاد تنزل فيها الصاك هو قبيلتي قال لي نزلوا ليه ونزلوا ليه هو كلشي منزلين ليه الناس اللي تنعملوا هذا هنايا ولا مزيانه هادي والله الا مزيانه مزيانه وشبر شبر ديك الصاك شبر الصاك شبر السطوري يا صاحبي خليها تعمل سطوري خليها تعمل سطوري عمل سطوري انت ما عندك في هذيك القناه هذاك كريمه محسن عمل في انستغرام دغيا صاحبي شحال شنو جات عمل عمل انتينا في ستوري ديالك وانا نعملوها في ستوري ديالنا وانتينا تهز الساك قول لهم اخوتي الله يرحم لكم الوالدين اللي جان عندنا من هنايا بلاتي بلاتي اسكت اسكت السلام عليكم بلاتي 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 لا لا تعمل هايدا اخوتي اللي جان من هنايا الله يرحم لكم الوالدين وجا زارنا من هنايا غيكون تخربق له الساك اللي دات الساك شحال هادي انا كنقول للناس اللي داو الساك صافي انا نقولها ونبارطاجيها معاها في انستغرام ديالها هي تقول لها محسن وشحال عندك فيه اللي كانوا كيعطيني كنت كنزلو تما الله عمل عمل ستوري دغيا او التليفون مطفي او التليفون طفى لا عملوا في ديالك وحنا غنعملوها في ديالنا اصلا ما بقيتيش عاقل على هاد المرا شكون هاك يا صاحبي دغيا ما ضيعنا شي الوقت تكون باقا قريبه هنايا ولا صاحبي الناس جاوا من تيطوان المهم اللي فيها الخير جبراتو غادي تردوا المهم السلام عليكم السلام عليكم الاخوان تبارك الله عليكم الله يرحم الوالدين اللي مشى معاه واحد الصاك بالغلط بحال هذا هي غادي تقولها هي غادي تقولها غادي بلاتي انا فتح ستوري مطرنا انا عندي المره مطرنا تصك ما كتحديش الصاك ديالها قال لك مطرنا المهم سمحوا لي اخوتي على هذه الهضره هذه عطاكم الصباح وانا ومطرنا مالك سمحتي لي في الصاك مشى فيها كل شيء المهم اخوتي سمحوا لي على هذا الكلام هذا ترعى دام محسن صاحبي مالك كترعى مشى فيها الفلوس كل شيء محمد راس المال كامل مشى فيها صاحبي وبلاتي هي غادي تقولها صاحبي وهي توضح الامور صافي بالهذا هو صاحبي السلام عليكم اخوتي السلام عليكم اخوتي انا صاحبي كترعى علينا هنايا اسكت صافي محمد اسكت هضر دغيا غتقول لك في كوميسار يا هضر 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 صافي يلا جا والله العظيم الا كانت شي وحده بنت الخير وهذا والله العظيم غتردوا لك واخا عمل ستوري باش على ستوري سير انا عامل ستوري سير السلام عليكم فتحتي السلام عليكم الخوت كنتمنى لكم كل شيء بخير المهم كنتمنى كل شيء على خير واش كنتي كتحملي المقدمه ولا عمل لي ستوري خاصك تمشي للصاك دغيا لا وانا مشى لك الفلوس وانا مالي عاد حمقني عملنا ستوري دغيا واش غتحمقني دابا ولا واش غتقد انا كنهضر معاك صافي زيد سير عمل ستوري
هو تف ديالنا حنايا. شبه رفعت المزوره. واحد جوج ثلاثة. المهم السلام عليكم. صافي. السلام عليكم الخوت، كنتمنوا يكون كل شيء بخير وعلى خير. الناس اللي جاوا عندنا اليوم المحل كنقول لكم شكرا بزاف على الزيارة ديالكم المحل. المهم الخوت ما عرفناش واش مشى. عاودوا كريم خلينا. ها؟ عاودوا عاودوا. تفضل التليفونات. دابا زاد نعاودوا. عاودوا. وثبت معنا محمد انتينا ما خصناش الناس. صافي انا. سلام. لا سلام دخلنيش انا. ويلي. واخا واخا محسن غير خليها ضروري. ضحكني. السلام عليكم الخوت، كنتمنى يكون كلشي بخير ان شاء الله يا ربي. المهم الناس اللي جاو عندنا اليوم المحل كنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الزياره ديالكم. وهاد باقا كتشكر لي انت انا داخل. لا لا خوت غتحمق لي ولا وضروري يا محسن شنو خصك تقول؟ لا لا استغفر الله. ها بديك تليفون عمل ابدا. صافي يا عمر. فوضي عليا انا. تبروا ما يدب جوج ما خصهاش تشوف الكاميرا ديالي. انا مشات لي ما نعرفش شحال تما الفلوس وتحمقني انت على الصاك. عرفي كان بالك. زين. المهم الخوت كنتمنى يكون كل شيء بخير ان شاء الله. الناس اللي جاو عندنا المحل اليوم كنقول لكم شكرا بزاف بزاف وكلمه شكر قليله في حقكم. المهم اليوم وقع لنا واحد سوء تفاهم. المشكل واحد المشكل هنايا في المحل. دابا ملي جينا نشدوا المحل كنفتش على الساك ديالي. الساك ديالي ما جبرتوش وعندنا بزاف السيكان كيتشابهوا ليلو فحال هذا. اللي عنده انستغرام بحال هذا فحالو فحالو نيتو صراحه الله. الساك ديالي كان عامر هنايا فلوس اللي بعنا السلعه كانوا هنايا في هذا الساك هذا. الا مشى بالغلط لشي وحده كنقول لك اختي ردوا. تكون عاتردوا لك. المهم كنقول لك اختي ردوا وحنا عارفين الغلط كي وقع. انا بدي توقع لي يعني صافي. والغلط الكبير هو اشرف صراحه الله ماشي ديالي. لا اشرف اشرف يحدك تالي لك. حدي لك الساك يحدك تالي لك انتين. طيب الله صافي قطع مالك كتنقز من المقله. وكنهضر معك الناس الغلط اشرف ولما ديالك نزلتي الساك كيتي كتدور هنا خاصك تسلم لي على عباد الله وتعنق هنا في عباد الله. وي لسه خفا. ومحسن هي فين عارفه؟ هي بدا ما عارفاش. وثلاثه مرات وانا كنقول لصاك مشي مطعو تما. وي عندك الحق. انا خاطر الشاونيه كانت هزه هايده صراحه. شنو عندك فيه؟ عندي فيه 2000 فرنك قسما. صافي خليفه على الله غادي نعمل افتتاح اخر. كتضحك عليا ولا؟ يمكن ما قاولتش افتتاح. كنحفروا مي انا وقع كنعمل افتتاح. يخلف لك الله محسن ما تعصبش. خاي محسن الله يجيب لك السهلة وتيسير. سلام محمد. سلامة. سلامة. شكرا اختي بسلامة. ما نطلعوش مع بعضنا. مسامحة بسلامة. يصلح عليا القيد. عندك عندك تقطع. يدي يدي. حوش لك يدك. الفلوس ديالي. وانا احمد نعطيك الفلوس. انا ثلاثة مرات انا كنجبر تما ننزل نعطيك فلوس تنزل. فين جبرتو مفتح شي جوج المرات واحد راه فينا واحد مره راه فينا نعطيك الصاك. شكرا. عندي فيه والو عندي فيه غير عكر هبط صوفه هو نزل في الامانه ديالو. شكرا اللي شارك معنا كاملين. شكرا لكم بارك الله فيكم. شكرا اشرف حتى هو دخل في اللعبه قريتو دخل في اللعبه. شكرا لكم. ما عرفتهاش شكون هي هذا المراه. ما عرفتهاش. المهم خوت شكرا لكم كاملين عند اشرف عند محسن عند فاطمه الزهره عند كريمه انا عندي كنشكركم كاملين الناس اللي جاونا عندنا. شكرا لكم ربي يخليكم. واللي دات الصك بصح بصحتكم وراحتكم. المهم الناس اللي تقدت بصحتها واللي ما تقدتش مره اخرى ان شاء الله. شكرا خوتي تبارك الله عليكم كاملين. وديما ديما يا ولي باقي ما جاش عند محسن يجي. العرض باقي مفتوح هاد اليومين فقط. غدا صافي غدا صافي 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 غدا صافي باقي له غدا ان شاء الله. يعني فين يمشي شي صاك واحد اخر. يعني اليوم غادي يكون هو اليوم يعني نهار الاحد غادي يكون هو نهار الفينال. وبصحتكم اللي باقي ما تقدتش تجي تقدا مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم. كاين عاود اللي اللي ما سعفوش الحظ بعيد مثلا تفرج في هذا الفيديو حتى ما ينزلش واقيلا الحظ حيت غدا الحظ يلاه فهمتي. المهم للتوضيح اللي جا من طرفنا في القناه مرحبا به انتم عائلتنا. نعملوا له الثمن يلاه ماشي مشكل بقاي خاطركم. المهم اللي جانا عندك وقال لك محسن المتتبعين ديالك مرحبا والف مرحبا. المتتبعين حنا عائله واحده. المتتبعين ديالنا ولاد محمد وفاطمه مرحبا بكم على راسنا. مرحبا بالجميع. محل محلكم صراحه وفاجاتونا والله العظيم. فرحنا بزاف الناس اللي جاتنا عندنا وحق الله الا فرحنا فرحنا واحد الفرحه ما نقول لكمش. صراحه اول مره كنعيش هذه الاجواء. والله ما
مش على هذا الماحه صراحه. هذيك الاجواء يجي اخر ما نعرف منين يقول لك انا جيت من تيطوان ولا جيت من طنجان ولا جيت من رينكون ولا وكيل متصل الناس دهنايا ويجيو يسلموا عليك. تحيه كبيره للناس دهنايا صراحه، تحيه للناس الفنيده تبارك الله عليكم واقفين معنا، شكرا لكم من دار حسن. بلاتي اسمح لي واحد ديديكاس ما عملتهاش في القناه ديالنا. فاطمه الزهراء اسمك؟ فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء ديديكاس ليك اذا ما شفتيهاش في القناه ديالي اخرى. وزينه التاليه فاطمه الحومه الكحله. حومه الكحله فاطمه الزهراء ديديكاس ليك هي ماشي كتوصي هي وبنتها. هي وبنتها وبنتها عندها تدخل ان شاء الله امتحانات فهاد الكاب. قول لك الله يوفقك وبالنجاح ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. وتحياتي لكم. تحيه الناس كاسيه خو كاملين ربي يخليكم وشكرا لكم. السلام عليكم ديما يا ويا ان شاء الله يجيبكم تيسير موفقين ان شاء الله كبر بك صحتكم باش ما ننساش عاود. كنشكر فاطمه ومحمد صحه واقفين معايا دائما اللي خاطيكم عليا بزاف والله حقا ولادي والله باقي ما جابوش المقلب. انا باقي ما شفتش المقلب باقي ما جابوش المقلب اللي عملت محمد. قلت له انا عرفتي انا ما هوداش عنده انا باش نربح روش انا عم قنقبلو الحمد لله خوت حنا مع بعضيتنا. تحيه لكم كاملين شكرا تهلاونا فراسكم وديما ديما يا يا.